والسيدات والسادة، انطلاقا من الأدوار والمهام الموضوعة على عاتق العدالة عموما، فإن الرهان كبير على هذه الأخيرة لتعزيز الاعتراف الدولي بمهمة الصحراء الداخلية من خلال دورها الهام في تعزيز الأمن القضائي وأسس دولة الحق والقانون، وتحسين الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين بمختلف ربوع المملكة العربية على أحسن وجه. صراحة الحكومة مهمين لتقرير الخطط النظرية، وبالنظر إلى الأطالة لأقرار الحقوق، وبالنظر لقدسية الدفاع عن الحق ومواجهة الظلم والتأكيد على سيادة، فهي خير شاهد عارضة، ودور المحامي فيها محوريا، بل دوره يظل هاما في عملية التطور الدستوري والقانوني في بلادنا. إن هذا الدور المحوري الذي يلعبه المحامي هو الذي يجعلنا جميعا أمام مسؤولية، لأن الإصلاح يرتبط بقرارات جريئة وشجاعة. لقاء انضمت هيئة المحامي المغاربة مع جمعية هيئة المحامي المغرب. صراحة بأن المحامين المغاربة كانوا دائما حاضرين بقوة على مستوى اثنين: النضال الوطني والديمقراطي أجل الحرية وحقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون والدفاع عن الوحدة الترابية. دائما الملفين من الملفات الأولى تهتم بهم جمعية هيئة المحامين وكذلك النقابات المنضوية تحتها، لذلك كان حضور اليوم نعم من شعور بالانتماء لهذه المهنة، ولكن كذلك هذا البعد الوطني اللي كنشتركوا فيه جميعا. لذلك اللقاء علمي وكان غادي يكون فيه نقاش، وانا كنتمنى لهم التوفيق وشكرا. وهي تحتل قلبه وجوارحه، فلا يملك الا ان يقر بان مدينه الداخله تدخل للقلوب بقدر دخولها في القلوب، تدخل للقلوب بالامس ودعوتكم لي بزياره هذه المدينه الساحرة، لكان حالياً بي قد اضطرت شكركم. أنتم أعضاء هيئة محامين بأكاديم من العيون، أما وأن الدعوة تندرج في إطار تقليد قضائي لبعد وطني، تسعى هيئتكم لطريقة وطنية لمواصلة التبادل التجاري وطلب أن تبدو أقصارها للشجرة نحو القارة الأوروبية، وتصل بين الحضارات وتربط الثقافات ببعضها، ويظل هذا الوطن محافظا على اصالته وتقاليده الجديده في رعايه الشعر وصله الرحم. الاطراف الماليه المنتخبه الحاضره، السيدات والساده المتابعين للمجتمع المدني، السيدات والساده النساء تنزيليه نيابيه وتنفيذيه محليه نابعة من المشاركة والإرادة الحرة للمواطنين. وبهذا المعنى فإن معرفة الأقاليم الجنوبية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.